ننتقل إلى التفاعل الآخر اللي هو تفاعل ملح مع معدن كامل. راح عندي الملح CuSO4 زائد Fe، تمام؟ يا كامل إيش نوع التفاعل عندنا هون؟ حاضر، تفاعل، تمام تبادل. تمام إذا التبادل أحادي، انتبهوا هوني انتبهوا قبل شوي كان عندنا تبادل ثنائي، هلا صرنا نميز بين التبادل الثنائي والأحاد. الأحادي اللي هو بده يكون عنده عنصر مع مركب، هذا مركب مع عنصر، هذه صارت تبادل أحادي. طيب كيف حيصير عندنا المعادلة؟ سبتابو تابع اف اي اس او 4 زائد سي يو. إذن اف اي اس او 4 زائد سي يو. نعم شكرا لك يا كامل. ابتسام شوفينا المعادلة، العزيزتي ابتسام شوفينا المعادلة اف اي اس او 4 هيك موزون المواد الناتجة؟ ايه انسي انسي موزوني موزون لانه هون تكافؤ الحديد؟ لا لا انسي مو موزوني، لان الحديد تكافؤ انسي 3 ممكن ياخذ 2. ايه انسي اذا اخذ 2 بتصير موزوني، 2 اس او 4 مع 2 الحديد انسي بيروحوا، زائد 2 ناقص 2 بيروحوا مع بعضهم. تماما، اذا هون ممكن ياخذ الحديد تكافؤ 2 ممكن ياخذ 3 حسب الوسط اللي بيتفاعل مع العنصر الاخر، تمام؟ حسب الوسط اللي بيتفاعل معه، هوني الوسط تفاعل معه فصار لهم تكافؤ 2، تمام؟ تماما تمام. اذا ابتسام موازنين المعادله بشكل كامل. ايه انسي انسي السي يو دخلت 1 انسي خرجت 1، تمام. دخلت 1 انسي خرجت 1، الاو دخلت 4 كمان خرجت 4، الاف اي دخلت 2 انسي دخلت 1 خرجت 1، انسي المعادله موزونه. تمام شكرا لك يا ابتسام. اذا هوني هوني في عندي تمييز الفرق بين التكافؤ والذرات، يعني مثلا ممكن الحديد يكون عندي اف اي 10، فمعناته انا هوني مو هذا بيمثل عدد التكافؤ 10، هو بيمثل عدد ذرات الحديد عندي. احتمال انا قلت احتمال انه يكون اف اي، بدي اميز انه خلص التكافؤ ثابت، التكافؤ ثابت ما بيتغير. مو مثلا ممكن اي عنصر يكون في عنده عدد ذرات كثير كبير، ممكن يكون عدد ذراته قليل، تمام؟ فلهيك انه انا بدي اميز بين التكافؤات وعدد الذرات، تمام؟ تكافؤ ثابت ما بتغير حسب انه اما بده يكتسب او يفتقد عدد الالكترونات. هون احنا استنتجنا عدد التكافؤ وعملنا هيك مراجعه لما طلعنا عدد التكافؤ في بدايه العام. على كل الاحوال طيب شكرا لك يا ابتسام. ايمان عبد الله راح اشوف انه وين هو الملح اللي نتج عندي. نعم انسي. نعم ايمان انسي، بس بدي استاذن منك انسي، بدنا نحل غير هودي الشيء. نعم عزيزتي انت بدنا نحل غير هودي المعادلات، بس ضغط عنا معادله وحده اخيره وبنحلها وخاصين انت، لانه انا بدي اخرج يعني لانه حاولت ان بعرف حلين، فانت بعتذر على الازعاج. طيب ما في مشكله، صرنا عند ايمان. يلا ايمان تمام. يلا انت الملح هو كبريتات الحديد اف اي اس او 4، اذا كبريتات الحديد. تمام شكرا لك، بس خلي بقول له الحديد الثنائي، تمام؟ تمام لأن أخذنا تكافؤ 2، لما بيكون تكافؤ 3 بنقول له حديد. طيب الصيغة الأيونية بالنسبة لل FeSO4 أحمد زيدان. إيه أنسي معي. يلا أنسي ال Fe أنسي هو أنسي زائد 2 زائد 2، تمام؟ والاس او انسي ناقص 2، اس او 4 ناقص 2، تمام. اذا اف اي زائد 2 زائد اس او 4 سالب 2. شكرا لك يا احمد. اذا هي انه لاحظوا في بدايه احنا لما قسمنا، احنا عملت هيك تحضير الاملاح، لما قسمت انه تفاعل اخذت الحموض لحاله مع ايش تفاعلت، عندي حمض تفاعل مع معدن، حمض مع اكسيد معدن، حمض مع اساس، حمض مع ملح. لاحظنا انه لما تفاعل هذه الحموض مع مركبات اخرى نتج لي عندي مركبات اخرى، بس بينما عندما تفاعل ملح مع معدن او ملح مع اساس، شوفوا لنا هيك بالتفاعل الخامس لما تفاعل ملح مع اساس ايش نتج عندي؟ انسى اساس وملح. اساس وملح هوني، تمام حلو. واذا هون لما تفاعل عندي ملح مع معدن ايش نتج عندي كمان؟ انسي معدن وملح.
ملح ومعدن. تماما، اذا النتج عندي هوني ملح ومعدن، ولكن الملح عن الماء الملح للتفاعل بيختلف عن الملح الاخر. تمام، هوني مو نفس الملح، لكن ملح يختلف عن الملح الاخر، مختلفين. والمعدنيين النتج والتفاعل هن كمان مختلفين، المعدن الاول هو الحديد، والمعدن الثاني بالمواد الناتجه هو النحاس. تمام.